هل شاهدت يوما جامع الساطون ويسمى أحيانا الساطور، ويقع مجزد الساطون في البلدة القديمة في مدينة نابلس في قلب حارة الياسمينة، ويعد من أقدم المساجد في نابلس وأجملها. يعتبر الساطون من أجمل المساجد الأثرية على مر التاريخ في طريقة بنائه وجمال تصميمه أيضا المتقن. يمتاز هذا الجامع بكثرة المحاريب به ومئذنته قديمة جدا، لها 12 وجها. يعود تأسيس الساطون إلى العهد العمري، أي عهد الخليفة عمر بن الخطاب. توجد داخل الجامع لوحة مكتوبا عليها: لقد تبين بعد الاطلاع على التاريخ الموجود في ساحة مسجد الساطون أن المسجد العمري هذا بناه العبد الفقير جمال الدين نور الدين شمس الدين الطاهر الشهيد سنة 688 هجري. هذا المسجد تاريخه أقدم من تاريخ دولة الاحتلال. دعونا مشاهدينا نشاهد جمال أقدم مسجد في نابلس.